الوغ سميتي طه اي سلامي، درت اون شين يوتيوب هادي تقريبا شهر الحمد لله اللي خدات بزاف ديال لو سوكسي. انا واحد الشخص اللي قريت في المغرب، قريت في الدار البيضاء، كبرت في الدار البيضاء ولعبت كره في الدار البيضاء وخرجت في الدار البيضاء وكنعرف في الدار البيضاء، والحمد لله جاتني لوكازيون انا نسافر في المغرب حتى هو نعرف المغرب كي داير. جاتني لوكازيون الحمد لله سهل علي الله انني نقرا في ليترونجي، قديت اون اكسبيريونس في ليترونجي في فرنسا في دبي وفي الانجليز في لندن. دونك هذا هو طه سلامي، واحد الشخص اللي كيعرف كاع لي كاتيجوري سوسيال ديال المغرب واللي عاش معاهم واللي تصاحب معاهم واللي كيبغيهم بزاف. دونك هادشي اللي خصكم تعرفوا على طه سلامي، ما نعطيكمش كلشي، نخلي لكم داكشي شويه بشويه غادي يجي. قبل من لي فلوغ كنت درت قرايتي، ساليت هادي تقريبا عام ونص، درت دي ستاج اللي قديت الحمد لله نجمع فيهم شي فليسات، وليت تاع لي بارون حتى هو اللي ما نخبيوش على الناس، حتى هو عاوني انني ندير واحد الفواياج اللي دام تقريبا واحد 6 شهور واللي خديت فيها بزاف ديال التجربه، واللي جعلتني اننا نشر مع الناس هذاك التجربه اللي خديت. والحمد لله هذيك التجربه عجبات الناس اللي كنهضر في لي ريزو سوسيو في انترنيت في لونتوراج ديالي، وهما اللي دفعوني اننا ندير لي فلوغ. اول فلوغ اللي درتو على اغلي دافيتسون. الوغ كنت ديسيديت قبل من الفلوغ انني ندير واحد لا فيديو في يوتيوب، ني كرييت لا شين تاع البريزونطاسيون باش نعلم الناس انني غادي ندير دي فلوغ اكسيتيرا. الناس تلقاوها مزيان، كانوا ايجابيين، عطاوني واحد لا موتيفاسيون. ولا غد لي كان لا بروميير جورني تاع الفلوغ، خديت الكاميرا اللي هي ديما معايا هي خديت الكاميرا مشيت ليفينمون، الحمد لله كلشي داز مزيان، كيعجبني المونتاج، كيعجبني لا فوتوغرافي، كيعجبني لا فيديوغرافي في ميكين اكسيتيرا. قلت علاش لا نتلونسا في هادشي، ندير دوزيام فلوغ، وانا كندير شي حاجه اللي كتعجبني في حياتي اون باراليل من الخدمه والعائله، كندير لي فلوغ، كنبارطاجي الحياه ديالي مع الناس واللي الحمد لله كيستافدوا منها، وحتى انا كنستافد منهم من داكشي اللي كيديروا. اميمه انا ما كنعتبرش راسي مميز، علاش؟ حيت كنبقى ناتوريل، ما عمرني درت شي حاجه ولا فكرت فيها بزاف قبل ما نديرها. انا شي واحد اللي تلقائي بزاف، وكنفكر في الحاجه كنقولها، هي الشخصيه ديالي جعلتني ان الناس يتانتريساو لي فلوغ اللي كندير، كيفاش كنبريزونتي الحاجه، كيفاش كنقول الحاجه، كيفاش كنبين الحاجه، واخا كانت خايبه نقد نبينها زوينه بواحد الطريقه ايجابيه وهي رياليست. ما غاديش نكذب على الناس، ما غاديش كنبين لهم داكشي الحقيقي اللي كاين. دونك ما نقولش لا ديفيرونس، ولكن نقول اللي كيزين لي فلوغ ديالي هو الطريقه باش كنفيلمي والطريقه باش كنبريزونتي الشيء، بلا بنادم يطيح في الملل بوندون لا فيديو. كندير فيديو ديال 10 مينوت بحال ديال 25 دقيقه، خصها تكون كامله بواحد لو ريتم، كامله فيها واحد الكونتوني، كامله فيها واحد الاستفاده اللي بنادم اللي غيخرج من لا فيديو غيقولها. الفلوس سي امبورطون في الحياه، هادي ميمكنش شي واحد يقول لك الكونتخير ديالها، ولكن الفلوس ماشي هي كلشي. علاش؟ حيت الشخصيه اللي غنرجعوا ليها عاوتاني هي المهمه عند الانسان. راه بنادم ماشي هو اللي خصو يسافر ويشري الطوموبيل ويبين باش يبان ليه الفلوغ زوين. انا كنعرف دي فلوغ بحال هكاك، ولكن ابخي تو راه غتهز داك الشخص غادي ديرو في بلاصه اخرى، غادي في شي فيلاج في شي قريه، ما غايبان لك داكشي نوتخ، داكشي بيض، داكشي زيرو، فهمتي؟ اهم حاجه هي بنادم يكون احسن حاجه اللي قد يعطي لبنادم في لو بارطاجي لي فيديو يديرها، ماشي بنادم ما كيعرفش على شي حاجه ويهضر فيها، ما كيديرش لي فور باش يدير فيديو زوينه وكيقول لهم راه كندير فيديو زوينه، فهمتي؟ بنادم يدير لي فور ديالو ويدير اللي عليه ويبروفيتي بلي زوكازيون اللي كيجي، قهوه، خروج، ماشي ولا بدا تمشي لميريكان تمشي لهذا باش دير فلوغ زوين. والحمد لله البارح درت فلوغ واحد غير في كازا، مشيت للتاكسي، خديت تاكسيات جوج ولا ثلاثه تاكسيات، كليت شوايه ديال سردين في درب لوبيلا، وريتهم كارتي اللي كنت عايش فيه اللي هو بورغول، حوايج سامبل، ما كاين لا طوموبيل، ما كاين لا سفر، ما كاين لا فاشن حوايج الماركه. والحمد لله الناس كيبقاو يشوفوا فيك من لا بروميير مينوت حتى لا 22 مينوت، الحاجه اللي ماشي سهله بزاف، بلا ما يقيسوا التليفون، بلا ما هذا، ولاو دابا الناس كيتسناو لي فلوغ ديالي غير باش يرتاحوا، باش يشوفوا طريقه جديده ديال بريزونطاسيون تاع لي شوز.
واحد البلاد اللي مشيت ليه اللي ما عمرني ننسى هو الفلبين. احسن بلاد مشيت ليه في حياتي، فيزيتيت اكثر من 50 بلاد في حياتي، ولكن هذاك البلاد اللي ما ماركي علاش الناس ديالو بواحد البساطه لا يعقل ان ذاك البساطه تكون عند الانسان. مشيت ليزيل ديالهم، مشيت فريمون لا كولتور الداخل عندهم، وعاملوني بواحد الطريقه كتقول هاد الناس راه افونسي بزاف توسكي اداب ظرافه. المغاربه الحمد لله هوسبيتالي بزاف، كيرحبوا بالضيافه ديالهم ما كاينش بحالهم، ولكن هذوك الناس كيديروها بواحد القلب اللي كتقول الله ما سخيتش من هاد البلاصه. وبكيت عرفتي اول مره كنبكي وانا كنكي تي ام بي، بكيت باش ملي مشيت من الفلبين قلت هاد البلاد بعيده عليا وما كرهتش انه يكون قريب ونجي نفيزيتهم كل نهار، وكان وعدهم اننا نعاود نمشي. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.